كيسوني دابا السكرينات ديال التصويت بنتي كتهضر في الجروبات شنو ديال البنت هادو المسخات هادو هاد الكلبات حاشاكم اللي كيبارطاجيو التصويت بنتي وكل كنترعد اقسم بالله اش جات لكم البنت كاينين ناس اللي هما اعداء ديالي وما كيحملونيش باش يسطيوني باش يحمقوني باش يقلعوا لي رزقي ما خليتو سحور ما خليتو فقهاء ما خليتو تشعويد ما خليتو سحرتو اختي فرقتوها مع خطيبها لقينا تصاور ديال اختي مكتوبين بالدم ودابا هاد المسخات اللي بارطاجيو تصويرات بنتي ما عارفينش ان هادوك اللي هما اعداء ديالو كيقدروا يهزوا تصويرات البنت ويسحروا فيها ويديروا فيها بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم اخوان حطيت واحد الريل دابا وكانت باينه واحد اللقطه ما تغطاش الوجه ديال صوفي وشي مسخات حاشاكم سكريناو الصوره ديال البنت وكيبارطاجيوها في الجروبات اقسم بجلال الله ياك غندير هاد الستوري انا خارجه باش نتقهوى وكيصوني دابا السكرينات ديال التصويت بنتي كدور في الجروبات هادوك اللي دايرين سكرين اقسم بالله يتا نهار الاربعاء ان شاء الله كيما نهار الاربعاء ان شاء الله انا معكم باش ما بغيتو لان هذيك ملائكه ما خصهاش تبارطاجيو لو بغيت نبارطاجيها انا اللي غنبارطاجي تحط الفيديو بالغلط تمنطه مزيان ولكن فاش تحط واحد اللقطه داك الفلو تحيد على الوجه وتهزوا هي المسخات وتبارطاجيو تبقاو تكتبوا هذه البنت اللي خبات شنو ذنب البنت شنو ذنب البنت باش تكون في السوشيال ميديا هذوك المسخات دابا اللي غادي نلقى سكرينات ديالهم كيبارطاجيو في التصويره اقسم بجلال الله راه ديما كنقول لكم راه واخا نتصلوا بيا نخسر لك قدامي ولا ورايا ما عنديش مشكل الانسان كيموت على ولادو وعلى والدي وعلى بلادو فانتوما دابا خصني شي حاجه اللي انا ما نقدرش ما غنسكتش عليها هاد المسخات هادو هاد الكلبات حاشاكم اللي اللي بارطاجيو تصويرات بنتي واقسم بجلال الله ما غنتفق معاكم يلا الا سميتكم عيالات حرات غرات خليو التصويره في الجروب اللي دايره شي بوست خليه يلا دابا تعرفوا صوفيا اش كتسوى حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم العواشر هادي والعيد هادو الناس خارجين معيدين خارجين ضحكين ناشطين حطينا الفيديو حتى صدقتو مهجرين ولينا الله يهجروا لكم سير بغيت ربي اي واحد هزات الصوره ديال البنت وبارطاجتها الله يعطيها الشلال في يديها الله يعطيها الكونسير يلا يلا ما عمرني جات على شي واحد وما عمرني نزلت لهذا المستوى ولكن على بنتي خط احمر اي مسخه فيكم غنتقبلها عيني غنجبدها عيني غنحطهم لها قدامها وهاد المسخه اللي بارطاجوا التصويره راني كنسكريني دابا في البروفيل نجبد لادريس ديالكم فين ساكنين نجبد ديال امك اصلك فين كاينه يلا انا معاكم دابا وكل كنترعد اقسم بالله كل كنترعد راه الله جلست في القهوه حتى كيصلوني السكرينات حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق يا العاقسات يا المسمومات يا الكلبات يا اش جات لكم البنت اش دارت لكم البنت ما سلمت منكم انا ما سلموا منكم خواتاتي ما سلم منكم راجلي ما كاع الناس اللي عرفتهم في حياتي ما سلموا منكم بقات لكم غير البنت ها البنت هي اللي بقات لكم ملائكه اش بيتو عندها دابا هاد المسخات هادو اللي كيبارطاجيو في صورة البنت راه ماشي حيت وجهها ولا ابار الوجه وما خصهاش تبان كاينين ناس اللي هما اعداء ديالي وما كيحملونيش وما خلاو ما داروا باش يسطيوني باش يحمقوني باش يقلعوا لي رزقي باش فارقوني مع راجلي باش يشتشوا لي شملي مع عائلتي ما خليتو سحور ما خليتو فقهاء ما خليتو تشعويد ما خليتو السم صفطوه ليا بقات لكم البنت هاد اللي كلبات دابا اللي كيبارطاجيو في التصويره ما عارفينش النسبه ديال الاذى اللي يقدروا يلحقوه بالبنت انا مؤخرا ما كنبارطاجيش معكم هاد الشيء ما كنبارطاجيش معكم الحاجه السلبيه وداك الشيء اللي خايب كنخليه لراسي سحرتو اختي فرقتوها مع خطيبها لقينا تصاور ديال اختي مكتوبين بالدم وبالفنايت في العينين وتشوفوا داك الشيء راه لا حول ولا قوه الا بالله النهيله ياكو انا مرسيدس جي ال الاولى لقيت فيها السحور في الرويضه وديما رشان وحده المحلات ديالي رشان وديما السحور وراه شتو الالم اللي كنعاني منه دائما الراس ديالي كيبين فاجر وداكشي كيشدني كيشد ماما ما خليتو ما درتو ودابا هاد المسخات اللي بارطاجيو تصويرات بنتي ما عارفينش ان هادوك اللي هما اعداء ديالي كيقلبوا كيفاش يدمروني ويشتتوا لي عشي يقدروا يهزوا تصويرات البنت ويسحروا فيها ويديروا فيها بزاف ديال الحوايج دونك انتما كتفلاو ما عارفينش نتوما كتبارطاجيو كتفلاو كيصحاب لكم داكشي لعب ما عارفينش انه بداك السكرين وبداكشي غتاديو بنت ما كملات حتى 9 شهور وبنتي اقسم بجلال الله لا كتبكي في النعاس عرفتي شنو هي كتبكي
خدامي فيها عباد الله على الله اش كيديروا. انا ما كنعش بحال الناس. وصيفطوا لي السحور، صيفطوا لي الجن، صيفطوا لي التوكال، ما خلاو ما داروا. لو ما ربي وصلاتي والاذكار ويقيني بالله وايماني بالله، وكنحاول نخوي راسي من داكشي ما نامنش به. ولكن هادو اللي بارطاجوا تصويرات بنتي، انا شرحت لكم هادشي باش تعرفوا شنو داك السكرين وديك التصويره شنو تقدر دير. الله يجازيكم بالخير. انا كنهضر معكم دابا ماشي بصوفيا، ماشي بصفه صوفيا، كنهضر معكم بصفه ام اللي بارطاجات ديك التصويره تمسحها. الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم قصر في الجنه اللي بارطاجات تمسح العواشر هادي. خليوا هاد العواشر يدوزوا بخير وعلى خير. راه ما بيتش نوصل مع شي مسخه ولا مع شي مسخ شي حاجه اللي لا تحمد عقباها. راه في الاخر فاش كنطيح معكم بحال داك المسخ اللي وصلتو للمحكمه، اللي وصلتو للبوليس، وكان غير يهبط يتربى لو ماشي امو اللي كطلب عليه وخوتو، كون صيفطو دابا وراه كياكل كياكل الحولي في الحبس. وشفعت فيه على وجه امو، وكيما خرج بدا كيطعن فيا وكيهضروا كي، ودابا مازال كيدوي فيا ومش كيتلاقى مع الاعداء ديالي باش يعطيهم زعما على اساس زعما راه كيعطي الملفات ديالي. حتى هو راه غنرجع ليه، انا راجعه لك اوكي، انا راجعه لك المسخ هادو كاملين، ديك اللائحه ديك الربعه راه عارفين راسهم اوكي. كنحاول نبعد من الصداعات، وكنحاول نبعد من هذا الشيء. من نتوما ما غتهناو حتى تشوفوا فيا شي خنز، حتى تشوفوا شي حاجه اللي ما عمركم شفتو، عاد غتهناو عارفين راسهم اوكي. هادو الاعداء اللي كنهضر عليهم راكم عارفين راسكم، وانا عارفه هادوك اللي باغيين يطلعوا بيا لي باج ديالهم كتنوضوا صيفطوا الناس ديال الارشيف اللي محناكم مسحناكم من الذاكره، وانتم مازال كتقلبوا علينا ومازال تابعيني في حياتي ومازال كتبقشوا وباغيين تفارقوني مع راجلي وباغيين تشتشوا لي داري والسحور والفتنه والهضره. وفين ما جلستوا شي مجمع كلامكم وصوفيا صحابكم راه ما كيوصلني والو. غنفرقع هاد الرمانه نيت والله، لانه عييت نصبر عييت كل مره كنقول لا صوفيا ما تهبطيش للمستوى ديالهم، لا ما ديريش فيهم عقلك، راه داكشي اللي بغاو البوز، بغاو يستفزوك باش تهضري عليهم اوكي. دوك المسخات كاملين، دوك المسخات راه عارفين راسهم ديال كازا ديال اكادير. هاد المسخ حتى هو اللي مازال كيهضر عليا اللي وصلت للمحاكم اللي كنت كندير فيه الخير وصيفطت له الكونطرا باش نصيفطو للامارات، مازال كيوصلوني اخبارك، مازال كتهضر عليا، انا راجعه لك، انا معاكم دابا. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.